قصة حافلة. أولا بلال صباح خير حاتم، صباح خير المطي نشتيني الكل والناس اللي تسمع فينا اليوم في معرض الصحافلة. مش عملوا عملنا دور على الجرائد وشفنا شنو تحكي، وباش نحكيو شوية على شنو تحكي جرائد في تونس. باش نبداو اليوم بجريدة الصريح، وين قالت نور الدين الخادمي يلقي خطبة الجمعة عبر فيسبوك. بعد ما نحاوه من جمع الفتح ولا يلقي في خطبة الجمعة عبر فيسبوك. دونك ظهر لي نور الدين الخادمي قال لهم أبونيفو يرحمني ويرحمكم الله. جيم الصريح زيدا، مطار تونس قرطاج سيغلق لمدة يومين. مش فرق صار في الجزائر، مش مشكلة نجم نستقبل مسافرين في محطة باب عليوة. على الأقل ما فيهاش سرقة باجاج. سوسريك وباسبورك. الصريح فيصل التبيني نائب ورئيس حزب صوت الفلاحين. شرقت شرقت من اسم الحزب. اسمه التبيني يا اخي، هو نتاع الفلاحين. ذكرت هذا نتاع اي كيليو، كان خليك جات لي خاطي اي كيليو كم صنو لديك. قال لهم منحه 900 دينار شوهت صورتنا عند الناس. والله اول مره نعرف سي فيصل اللي عندكم اصلا صوره عند الناس. صوره نص. بالصريح زيدا احتراق 120 نخله في توزر. لا مش مشكل مادام نخلة اللاك لباس. اسمع سيدي حاب تولي ملحق علاش ليه؟ شكون يعرف حاتم؟ شكون يعرف؟ يفرس. صباح الخير سي بيجي. محسن عاد محسن سي محسن سي محسن سي بيجي مزير سي بيجي مزير وقليل قيلولة الأولى بدي مقيل تو قطع الصباح قيلولة الصباح قيلولة يمشي للمغرومين، معناها للمغرومين بالصحافة الإلكترونية. في اخر خبر اونلاين قال لك نجاح اول عمليه زرع يد في تونس. تو برجا سياسيين باش يبدلوا مدينه نظيفه. قانون المصالحه. قانون المصالحه. جيب يدك في يدك. كل واحد يجيب يده في يده عايش كل جماعة. الأزهر العكرمي قال لك علاقة الصيد بالرباعي الائتلاف كعلاقة الزوج بزوجته الأربعة. ليه؟ هاي قال هكا تو فهمت علاش كل يوم بصير حبيب في بلاصة، ها مرة في مون بليزير ها مرة في اللاك، ما عادش حبيب الصيد ولا الحاج لحبيب متولي. في المصور شهائد علمية مزورة في ملفات 200 موظف الخطوط التونسية. واي بقى في الخطوط التونسية ما لازمك شهادة مزورة باش تخدم، أما لازمك بيتروان مسخة. فما دي بيلوت زادة مزورين ونهارش عندهم على الرخصة متاع الواج. نار تلقى القصاص صور نار طالع البيريز والقصاص الميكرو عملك الواحد يفيدوا على الشمس عرفت بخارج يدهم الشبيك. في الشروق مافيا السجائر وراء فقدان السفير. لهنا حبيت نقول سي طيب البكوش اللي سفير راهو باكو دخان، انت شكون يعرف يغرش يعمل بيان على ليبيا بالفيزا. في الشروق زادة سقوط جزء من سقف مطار مفيضة. واو. في تونس الطيارات ما تطيرش اما الحيوط تطير. وفي الشروق اليوم فرقة مكافحة الإرهاب أمام القضاء. فرقة بيضة. هذا قانون مكافحة الإرهاب. ميرسي كانت فيها جولة الصحافة اليوم.